بتوقيعه للهاتريك أمام النصرية يكون هداف شبيبة الثورة مصطفى جليط قد رفع رصيده لإحدى عشر هدفا معتليا بذلك صدارة الهدافين في فريقه ومكشرا عن أنيابه من أجل تكرار سيناريو 2014 حين توج هدافا للبطولة تحت ألوان العميد. الغزال الأسمر لنسور الصحراء أثبت علو كعبه وأنه لا يحسن فقط معانقة الشباك بل حتى صناعة الأهداف بعدما وضع زميله الزايدي على طبق من ذهب في الهدف الثالث دقائق قليلة من نهاية المرحلة الأولى من مباراة النصرية. جليط بدا سعيدا بعودته لمعانقة الشباك وهي العودة التي يقول بأنها جاءت بدعم جمهور الشبيبة واللاعبين والطاقم الفني وكذا الإداري. والله غير هذه بالك سيفري يعني الجمهور هذا اللي بالك نكون له كل احترام وتقدير خاصة انه متمنين باش يكون هداف من البطولة يعني يكون بين فريق الثورة. الحمد لله ربي وفقني وين سجلت اليوم ثلاث اهداف اللي بالك نقول ان ثلاث اهداف هذه نهديها من البريزيدون حتى لي سيبورتور من البريزيدون حتى لي سيبورتور اللي نقول لهم اعطيهم الصحة برافو اللي عاونوني وهذا الشيء يخليني يزيد فيا ثقة كبيرة ويشجعني انه باش نزيد نعاون الفريق نتاعي.